تعكف الدول الأوروبية خلال الآونة الأخيرة على دراسة مقترح قدمته فرنسا لإنشاء آلية جديدة تمكن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من تحديد المسؤولية عن الهجمات بذخائر محظورة. في جديد المشهد الأوروبي، بدأت القوى الغربية دراسة مقترح فرنسي لإنشاء آلية جديدة بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تمكنها من تحديد المسؤولية عن الهجمات بذخائر محظورة. المنظمة في ثوبها الحالي لا تستطيع سوى تحديد ما إذا كانت هذه الهجمات قد وقعت أم لا، وليس الجهة التي نفذتها، وهو ما استوجب الاهتمام بالمقترح الفرنسي المقدم. كما يعد إنشاء آلية عالمية للمحاسبة مهما نظرا لتزايد عدد وقائع استخدام الغاز السام منذ حظره قبل 20 عاما بموجب معاهدة دولية، وشمل استخدامه مؤخرا اغتيال كيم جونغ نام الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي في مطار كوالالمبور عام 2017 بغاز الأعصاب، ومحاولة قتل سيرجيس كريبال وهو عميل مزدوج روسي سابق، وكذلك ابنة يوليا بغاز الأعصاب في مارس الماضي. محللون يرجحون أن يواجه المقترح الفرنسي مقاومة من روسيا ودول أخرى، وفي الغالب يطرح المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمكون من 41 عضوا قراراتها للتصويت، حيث يحتاج إقرارها إلى 27 صوتا، وهو ما دفع باريس إلى محاولة إقناع جيرانها الأوروبيين بالاقتراح كسبا لمزيد من الأصوات.